دعونا نبدأ الآن بحل مسائل أكثر متعة، وهذه من الأشياء التي وجدتها في الاحتمالات أنك تستطيع دائما عمل مسائل أكثر متعة. حسنا، دعوني أخذ عملة منتظمة وسأرميها 3 مرات، وأريد أن أجد احتمال ظهور رأس واحد على الأقل، على الأقل رأس واحد في 3 رميات، at least one hit. إن أسهل طريقة للتفكير بهذا هي كم احتمال متشابه ممكن أن يظهر هناك. في الفيديو السابق شاهدنا أنه إذا رمينا عملة 3 مرات يوجد 8 احتمالات، حيث أنه في الرمية الأولى يوجد احتمالين، وفي الرمية الثانية يوجد احتمالين، وفي الرمية الثالثة يوجد احتمالين، وبذلك يكون 2 ضرب 2 ضرب 2، ما يساوي 8 احتمالات متشابهة ومتساوية لرمي العملة 3 مرات. الآن كم عدد الاحتمالات التي يظهر فيها على الأقل رأس واحد؟ حسناً، سوف نرسم جميع الاحتمالات هنا، وفقط سنحسب كم من هذه يظهر فيها رأس واحد على الأقل. إذن 1 2 3 4 5 6 7، وبذلك فإن 7 من هذه على الأقل فيها رأس واحد، وآخر واحدة لا يوجد فيها، وبذلك 7 من 8 يوجد فيها رأس واحد على الأقل. الآن ربما كنت تفكر بهذا، نحن نستطيع عمل هذا بكتابة كل الاحتمالات، لكن هذا حقيقة سيكون صعب إذا قلنا على الأقل الحصول على رأس واحد في 20 رمية. لقد قمنا بكتابتها هنا لأن لدينا 3 رميات فقط، لذلك دعوني أقوم بهذا بوضوح. هذا هنا في 3 رميات، in 3 flips، لكن هذا سيكون أصعب ويأخذ الكثير من الوقت إذا كان لدينا 20 رمية. هل يوجد أي طرق مختصرة هنا؟ أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك فقط ببعض الطرق البسيطة، ولا يمكنك فقط أن تقول أنه احتمال الرأس ضرب احتمال الرأس، لأنك إذا حصلت على رؤوس في المرة الأولى فلن تحصل على رؤوس مرة أخرى، أو يمكنك الحصول على رؤوس مرة أخرى إذا لم تحصل عليها في المرة الأولى، لذلك يصبح من الصعب عمله. ولكن يوجد طريقة سهلة للتفكير بهذا، حيث يمكن استخدام هذه المنهجية أكثر هنا. لقد شاهدنا هذا في كثير من الاختبارات وكانت تبدو صعبة، لكن إذا فكرت بها بالطريقة الصحيحة فكل شيء سيصبح أبسط. وإحدى طرق التفكير بهذا هي احتمال ظهور رأس واحد على الأقل في 3 رميات، وهو نفس الشيء لعدم ظهور جميع الذيول. إذن not getting all tails. وإذا حصلنا على كل الذيول فلن يظهر لدينا أي رأس. إذن هذين الشيئين متكافئين، واحتمال ظهور رأس واحد على الأقل في 3 رميات هو نفس الشيء لاحتمال عدم ظهور كل الذيول في 3 رميات. فما هو احتمال عدم ظهور كل الذيول؟ ما هو احتمال عدم ظهور كل الذيول؟ سوف يكون 1 ناقص احتمال الحصول على كل الذيول، إنها 3 رميات، فاحتماله يكون ذيل ذيل ذيل، لأنه في مواقع أخرى يكون لدينا على الأقل رأس واحد فيها. تلك هي كل الاحتمالات الأخرى، ومن ثم فإن هذا هو الاحتمال الآخر. إذا جمعتها سويا ستحصل على 1. دعوني أكتبه بهذه الطريقة. سأختار لون جديد فقط لترى من أين أتت هذه. إنه احتمال عدم الحصول على كل الذيول، not all tails، زائد احتمال الحصول على كل الذيول، all tails. حسناً، هذه كل الاحتمالات الممكنة، لذا فإن فرصة الحصول على ألا تكون كل الذيول أو الحصول على كل الذيول هما شيئين متنافيين، وبذلك نستطيع جمعهم. إذن احتمال ألا نحصل على كل الذيول، دعوني أوضح ما أقوم به، احتمال أنه ليس كل الذيول أو احتمال أنه كل الذيول سيساوي 1، سيساوي 1. سيكون لدينا إما أنه ليس جميعها ذيول والذي يعني ظهور رأس، أو أن يظهر لديك كل
الذيول، ولكن لا يمكن أن يكون لديك حدود لهذين الشيئين لأنهما منافيان لبعضهما البعض، لذلك نقول احتمال أن يحدث هذا أو هذا، ويمكنك إضافة الاحتمالات، وهذا هو أساساً جميع الأحداث الممكنة، وهذا الأمر ضروري. إذا جمعت هذه فإن هذا هو الاحتمال لكل حدث سيحصل، وسوف يكون 1 أو 100% من الفرص. والطريقة الأخرى للتفكير بهذا هو احتمال عدم الحصول على كل الذيول، إنه 1 ناقص احتمال كل الذيول، إن هذا هو ما فعلناه هنا، واحتمال أن كلها ذيول سيذهب ليكون نصف، لأنك ستحصل على نصف الفرص للحصول على ذيل في الرمية الأولى. دعوني أكتبها هنا بوضوح أكثر. سوف يكون 1 ناقص احتمال الحصول على كل الذيول، وستكون نصف فرصة الحصول على ذيل في الرمية الأولى، وبعدها لديك ذيل آخر في الرمية الثانية، وبعدها سيكون لديك ذيل آخر في الرمية الثالثة، وبالتالي 1 تقسيم 2 ضرب 1 تقسيم 2 ضرب 1 تقسيم 2 ستكون 1 تقسيم 8. ومن ثم فإنها 1 ناقص 1 تقسيم 8 أو 8 تقسيم 8 ناقص 1 تقسيم 8 ستساوي 7 تقسيم 8. سوف نطبق هذا في مسائل أصعب، وبعدها سنكتب هذا في جميع الأوضاع كما فعلنا في الفيديوهات السابقة. دعونا نقول أن لدينا عشر رميات، واحتمال الحصول على رأس واحد على الأقل في 10 رميات، at least one hit in 10 flips. حسنا، سنستخدم نفس الفكرة وهو نفس الشيء، احتمال أن ليس كلها ذيول في 10 رميات، not all tails in 10 flips. وبذلك فإن احتمال عدم الحصول في جميع الرميات على الذيول، إذا ليس كل الذيول في 10 رميات، وهذا سيكون 1 ناقص احتمال أن الرميات هي ذيول 10 مرات، إنها 1 ناقص 10 ذيول في صف، وهذا سيساوي هذا الجزء هنا. دعوني أكتب هذا، إنه سيكون 1، دعوني أعيد كتابته، هذا يساوي 1 ناقص، هذا الجزء سيكون كل ذيل احتماله هو 1 تقسيم 2، والذيل الآخر هو 1 تقسيم 2، والذيل الآخر 1 تقسيم 2، سأفعل هذا 10 مرات، هذه 6 7 8 9 و10، وفقط لدينا البسط يساوي 1، إن هذا سيكون 1. دعوني أفعل هذا بنفس اللون الأخضر، إن هذا يساوي 1 ناقص، في البسط لديك 1 مضروب بنفسه 10 مرات، وذلك هو 1، وبعدها المقام لديك 2 ضرب 2 يساوي 4، و4 ضرب 2 يساوي 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024. إذن تقسيم 1024، وهذا بالضبط نفس الشيء ك1024 تقسيم 1024 ناقص 1 تقسيم 1024، 1 تقسيم 1024، والذي يساوي 1023 تقسيم 1024. لدينا المقام هنا، سأستخدم نفس الأزرق،
تقسيم 1024، فإذا ألقيت العملة 10 مرات وكانت العملة منتظمة، فإن احتمال الحصول على رأس واحد على الأقل في هذه ال10 مرات عالية، إنها 1023 تقسيم 1024، وتستطيع استخدام الآلة الحاسبة لحساب ذلك بالنسبة المئوية. دعوني أقوم بهذا. حسنا، لدينا 1023 تقسيم 1024، هذا يعطينا 99.9% من الفرص ليكون لدي على الأقل رأس واحد، وهذا يساوي 99.9% من الفرص، وأنا قربتها قليلا، في الواقع هي أعلى قليلا من ذلك، وهذه أداة قوية جدا ووسيلة قوية جدا للتفكير في الأمر، لأنه سينقلك إلى كتابة كل السيناريوهات الممكنة. في الحقيقة سيكون 1024 سيناريو يمكن كتابته، وبالتالي فإن حل هذا التمرين ل10 رميات سيأخذ منك كل الوقت. لكن إذا فكرت بالأمر بطريقة أخرى، فقد تقول: انظر إلى احتمال الحصول على رأس واحد على الأقل ل10 رميات، وهو نفس الشيء لاحتمال عدم الحصول على أي ذيل، وهو 1 ناقص احتمال الحصول على كل الذيول، وهذا في الواقع سهل للتفكير به.